طبعا النقاش حول المدونه وضروره الاصلاح كان قبل من الخطاب الملكي بزاف التنظيمات النسائيه والحزبيه والحقوقيه. ندوة اليوم التي نعقدها حول أو تحت عنوان من أجل تغيير المدونة تغييرا شاملا هي في حقيقة جاية في واحد السياق تاريخي، لأنه مدونة الأسرة صدرت سنة 2004 ويعني لم تعرف منذ ذلك التاريخ أي تغيير. الآن هناك عدة مستجدات، أولها هو السياق الدستوري، لأن دستور 2011 نص على سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية. ثانيا نص على مكافحة التمييز بين المواطنين وعلى المساواة في الحقوق والواجبات بين النساء والرجال. لذلك أصبح من الضروري أولا مواكبة أو ملائمة مدونة الأسرة وكل التشريعات الأخرى مع الدستور المغربي أولا ومع الاتفاقيات الدولية التي صدق عليها المغرب، هذا من جهة. من جهة ثانية أنه المجتمع المغربي هو مجتمع اللي هو حي ديناميكي يتطور بسرعة، ومدونة الأسرة أصبحت متجاوزة في العديد من القضايا، منها القضايا بعد أولا ديال الملائمة، لأنه مسألة المساواة مثلا ما أخا هي تعلن عليها في البداية ولكن أصبحت الآن مجرد شعارات ليس إلا يعني تعابير معنوية، ولكن على مستوى الواقع المساواة ما كيناش بين يعني مكونات الأسرة المغربية، هذا من جهة. من جهة أخرى كاين بعض القضايا التي لم تعد تجد لها حلولا على مستوى الواقع، مثلا بحال قضايا النفقه ديال الاطفال. قضايا النفقه كاين المدونه كتنص على ان النفقه يحكم بها بشكل مستعجل داخل اجل شهر، المساله لم تعد ممكنه ولا تطبق. العمل ديال المساعد الاجتماعي تمشيو نلجؤوا لبعض في بعض الحالات مثلا اداء اليمين، علاش؟ باش ان داك الاب يثبت واش هو كان تينفق ولا ما تينفقش، ويمكن داك الاب يدي اليمين وهو كاذب. هذه المسألة ما خصهاش تكون، ما خصناش، خصنا نعتمدوا آليات حديثة اللي تيمكن تزيد بينا القدام واللي تضمن أولا علاقات ديمقراطية داخل الأسرة، علاقة يعني يسودها الاحترام والمودة والتضامن والتكافل بين الزوجين، وفيها كذلك احترام ديال حقوق الأطفال اللي الدولة كتحمل مسؤوليتها في هذه المسألة هذه، وكذلك النيابة العامة، في حين نجد أنه لا يتم فعلا إعمال السلطات ديال النيابة العامة في مجموعة هذه القضايا، ومن هذه القضية اللي شرت لكم ديال التعليم. إذن هذا علاش كنقولوا بأنها يعني تغيير شامل اللي ما تيشوفش غير بعض القضايا الجزئية ولكن في عموم القضايا المطروحة في المدونة. اللي ممكن نقول على انه في منظمات نساء اتحاديه كاع الجولات اللي قمنا بها والندوات اللي قمنا بها سواء في المدن الكبرى ولا في المدن الصغرى، لقينا على انه هناك حاجه ملحه لتعديل مدونه الاسره. كل الشهادات اللي استقيناها وكل الحالات اللي استمعنا لها تتاكد على انه مجموعه من المواد اللي كاينه في مدونه الاسره الحاليه خاصها تغيير ومراجعه دقيقه باش يمكن لنا نحقوا التوازن الاسري اللي بغيناه ونحقوا المصلحه الفضلى اللي محتاجينها ومحتاجها المجتمع ايضا. عموما كاينه واحد سبعه سته المواد اللي فيما مشينا تنسمعوا ليها وما تنسمعوش ليها عند النخبه، ما عند المحامين ولا ما عند الحقوقيين وكذا، تسمعوا لها عند المواطنات والمواطنين العادي اللي تيحضروا تيواكبوا الندوه واللي تيقولوا بانه عندهم مشاكل في النفقه، في الحضانه، في الولايه، في اشكال الطلاق، في اقتسام اموال المترتبه في الوقت ديال الزواج. وهذا مهم لانه من المغاربه كاملين، المغاربه والمغربيات على الاقل اللي شاركوا في هذه الندوات من المواطنين عاديين تيتقاسموا معك لهذه الحاجه للتغيير في بعض المواد. هذه اشارات مهمه على اننا على انه المغرب محتاج انه يغير هذه المدونه باش تلائم مع المواثيق ذوي حقوق الانسان والدستور المغربي، وحتى تجاوب حتى على الواقع المغربي، الواقع الاسري في المغرب اليوم. ما بقاتش عندنا غير شكل اسره واحده، عندنا اشكال من الاسر وخصنا نتجاوبوا معها. إذا هذه الندوة تنعقد على خلفية مراجعة مدونة الأسرة أو المراجعة المرتقبة لمدونة الأسرة. كما قلت سابقا أن هذه المدونة الآن عندها 18 سنة، أنها وصلت سن الرشد. المراجعة الأخيرة كانت
حقيقة طفرة في إبانها. الآن بعد 18 سنة آن الأوان أنه ننظر إلى مراجعة أو نرتقي بمراجعة أنها تكون شمولية في جميع مضامينها مع استحضار للعلوم الإنسانية، لأنه دائما أقول أن المراجعة القانونية أو المنظور المقاربة القانونية الصرفة ما كتعطي شيء هذاك لموضوع مجتمعي وإنساني معقد هو مدونة الأسرة الذي يمس المجتمع. نعلم جميعا أن الأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع، هي مؤسسة أساسية من مؤسسات الدولة والمجتمع. بالتالي أنا أعتقد أنه يجب أن نقارب هذا الموضوع باستحضار علوم الاجتماعية، السوسيولوجيا طبيعة الحال كتفرض راسها، وكان هناك سوسيو قانون الذي ممكن أن يفيدنا في هذا الإطار. وأعتقد أيضا أنه يجب مناقشة أو استحضار الحقوق الفضلة للطفل واستحضار اتفاقية حقوق الطفل من أجل أننا نتجاوز واحد الفصول التي شكلت على مستوى الممارسة عائقا.